ففيه ردت رؤوس الآل للحفر آل النبي التي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكفر منه بريض جول سفرتهم وابكوا لرجعتهم لا طبت من رجعة كانت ومن سفري وسلهم عن رؤوس الآل هل نشفت دماؤها أم لها التقطير كالمطر وسل أرأس حسين غاب رونق أم نوره مخجل للشمس والقمر واستحكي عن شعرات في كريمته فديت طلعة ذاك الشيب في الشعر بعد اش عندك من سؤال يا شاعر قال وسل عن اللؤلؤ المنظوم في فمي يعني ما تدري لو تبغي تأذينا احنا ندري أسنان مولانا الحسين تكسرت في الشام وسل عن اللؤلؤ المنظوم في فمه لعله بعد قرع غير منتشر يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت وين وين الزيارة احنا حتى مواكب ما عدنا مواتمنا تكسر الخاطر سيدي يا زائري بقعتان أطفالهم ذبحت منها خذوا تربها كحلا إلى البصر ولهفة لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر السوى ورمينا بالنفس من فوق النياق على مثلك مثلك ها إذا رحت إلى كربلاء وبس ما تدخل الحرام وتشوف شباك أبا عبد الله الحسين تروح تركض بلي شعور وتلصق صدرك على الشباك رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تصرخ وجداه وأبته
وتلك تصرخ ويتمى في الصغر ولو ترى أم كلثوم مناشدة. هذه زينب، ها زينب أم كلثوم لما نزلت في كربلاء والها وتلثم ترب الطاف كالعطر. ايش عندك زينب؟ قالت يا دافن الراس عند الجثة احتفظوا بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تدفن الرأس إلا عند مرقده فإنه روضة الفردوس والزهر. أظن هذا البيت يكسر خاطر المحبين الموالين. رشوا على قبره ما أنف صاحبه، ما شرب ما يا أخوي، معطش بللوا أحشاه بالقطرين. نور عيني سجاد لا تمسح الدم عن أطراف لحيتي. خلوا علي خضاب الشيب والكبر، لا تخرجوا أسهما في جسمه نشبت خوفا يفور دم يطمو على البشر. بعد يا مولاتي قالت لا تدفن الطيف إلا عند والدي فإنه لا يطيق اليوت في الصغر. قامت تدور عن قبر أبو فاضل. سجاد وأنا أخوي أشوف مو ويا القبور. قال عم على المشرع قبره. قالت لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه حتى اليدين بري. يا نساء يا أطفال خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم وخاطب الجد هذه تحفة السفر. سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، الله ما كان على بالنا انحرمنا في محرم، قلنا بيجي الأربعين شوية بتطيب خواطر الشيعة، وأول ما قالوا أكو في عدد خلهم يروحون إلى كربلاء اللي متعودين يشوفهم هرعوا، بس رجعوهم ما راحوا. ما حد راح منا يا مولاي سيدي. المشاية يمشون دخلوا إلى كربلاء بمواكبهم هنيئا لهم. وإنت وصل لمتعودين كل سنة هذه الحزة موهني، شو تقول إليه؟ قال ودي يا مظلوم زورك والدمع مني تجارة لكن اسمي ما تسجل هالسنة بهاي الزيارة. يلي أبكي نذكر اسمه وبحياتي انت كل شي خاطري أحسن أزورك
من قبل ما يشيلون عشي ودي أحمل بيدي راية ويا هالمشاية أمشي بس أنا ما سجلوني هالسنة وش هالخسارة هالحزة هالحزة إذا فتحتون على القنوات وشفتون الزوار مزلزلين كربلاء سيدي بيوم أربعينك من يمر بالقلب حسرة ناس تمشي ضريحك تبكي وتسجب العبر وانا ودي وياهم امشي لاجل واسي امك الزهر لاجل واسي طه جدك والوصي حماي جار هنيئا لهم اليوم يوم نعي وانا وياك ننعى قلوبنا متلهفة احنا الاربعين يوم الاربعين عندنا يوم عاشر احنا يا مولا ما نقعد في بيوتنا يوم الاربعين من الصبح حتى تغرب الشمس من ماتم الى ماتم من موكب الى موكب انواس الزهراء ومسير زينب نتذكر من الشام الى كربلاء اي والله يا مولاي شلون دخلوهم الشام يقول الامام زين العابدين ادخلونا الشام وقد زينت وكان يوم جمعه ظهيره يوم الجمعه فاوقفوهم 3 ساعات في حراره الشمس حتى يهيئون المجلس لاستقبال زينب يقول وإذا بلعين مقبل بحبل غليظ فقلت له ماذا تريد قال أنا مأمور أن أضع الحبل على عماتك وأخواتك إن دخلكم مربوطين بحبل واحد الله يقول الإمام أعطني الحبل قلت له جيب الحبل والله لا يمس أموي علوي أنا أضع الحبل على عماتي ساعد الله قلبك سيدي فأخذ يمر بالحبل على يد النساء والأطفال يخلي مرة ومن وراها طفل ومن وراء الطفل مرة حتى يحمي الأطفال من ضرب السياط وعندنا روايات كانوا يرمونهم بالحجارة في الطريق النساء من فوق المباني والسطوح يرشقونهم بالقصب مؤلم مؤلم فأخذ يمر بالحبل وكلما مدت زينب يدها ليضع الحبل فيه أشاح بوجهه عن عمته صح ها يا نساء أكو وحدة ما خليت الحبل على إيدها وإذا بصوت من خلفه بلى بني أنا عمتك زينب كل ما مديت إيدي أشوف ما حطيت الحبل بيها قال عمة وأنا عندي جلد ألف الحبل على إيدك عمة ما أقدر يا عمة قالت أعطني الحبل بني فلفته على كتفها صاح الجلواز ها يا ابن الحسين خلصت من وضع الحبل قال بلى قال تقدم على النساء فلف الحبل على عنق إمامنا وسحبهم بقوة حتى وقعن على بعضهن البعض فجاء لعين آخر وفي يده صوت وأخذ يؤلم النساء والأطفال وهم يصرخن واجدا ومحمدا وذو الله ترى ما وصلنا المصيبة بعدنا
المصيبة اللي تأذي الأئمة، تأذي صاحب الزمان، عجل الله فرج صاحب المصيبة اليوم، مو هذه المصيبة بعد، هي تعرف أي مصيبة تأذيهم؟ هذه الكلمة. ففتح المجلس وأدخلت زينب، هذه المصيبة، هذه اللي تقرح الفؤاد. أدخلوهم وهم يجرونهم جرا، فلفت النساء حلق على مولاتنا زينب حتى ما يشوفونها. صاح أيكن زينب، وين هالمدللة اللي نسمع بيها؟ وين هي اللي يخاف عليها أبوها علي، يخاف على خيالها؟ أيكن زينب فلم تجب، كلميني فلم تجب. سامحني بعض الكلمات اليوم مؤذية، والله ما أدري شلون نقرحنا اليوم، مؤذية. بس الإمام الصادق عليه السلام يقول حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. المعذرة إلى الله وإليكم أخواني مؤمنون مؤمنات، صاحب الزمان الرخصة منك سيدي. صاح الآن تسمعين صوتك يا زينب، فأمر بالصندوق فجيء له بالصندوق، فتح الصندوق فقبض على شيبة المولى وأخرج رأس الحسين منكوسا. وقام يهز الرأس يمين وشمال، ها زينب هذا رأس مال؟ ما حكت زينب، منكسة رأسها إلى الأرض. فتناول قضيبا من حديد وأخذ ينكث ثنايا الحسين ويعبث بقضيبه في عينيه وفي خديه وفي فمه. إهني حكت زينب، طلع صوت زينب بأبي وأمي، ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين، فلطالما رأيت رسول الله يقبلهما. تقل لأخويا أني رأسك حين شفته بعصاة الطاغية يهشم لشفته، ذاك الوقت وجهي لطمت، صديت لبحرقة وندهت، شلت يمينك يل ضربت. أوالي عندك أمنية زينب هاللحظة؟ قالت إيه يا شيعة عندي، كانت بس أمنية واحدة. إيش هالأمنية اللي عند زينب؟ يا ليت أني تمنيت سبع القنطرة عباس موجود ويشوفك تحاجيني وتهشم ثنايا حسين بالعود. ويلي تقول تعالي يوم حسن لي تعالي وشوفي كربلة سوت بحالي، راس حسين يتهشم قبالي. تعالي تعالي يا محسن لي تعالي وشوفي كربلة سوت بحالي، راس حسين يتهشم قبالي. بعد أصعب وأألم على قلبك، أقسى على قلبك. قامت تحكي ويا راس أخوها، تقل أخويا والله ولا يروح، ازراق الصوت بمتوني ولا يروح، علي الشامت يا أخويا يتفرج ولا يروح، عجيب يظل جلد ليا ولا يروح، يعيروني أنا يا الخارجية.
يا علي يا علي مأجور مأجور. بعد أن خاف الفضيحة أمر بهن إلى خربة أيام وليالي، قال يلا رجعوهم إلى وطن جدهم، خاف من الفضيحة، وأرفق معهم دليلا وهو النعمان. جهزت الضعينة، طلعت زينب شافت الضعينة والذين على المحامل، قامت تلطم على رأس زينب، والله لا أركب المحامل حتى تسودوها، أنا عندي مصيبة، عندي رؤوس أخوتي. سودوا المحامل، أركبت العائلة، وقامت زينب بأبي وأمي تفتر على المحامل، فلانة تجيبها، فلانة تجيبها، أسماء النساء الأطفال لما نادت سكينة ما حصل الجواب. بنية نور عيني سكينة أين أنت؟ دورتها بالمحامل ما حصلت اليتيمة. دخلت الخريبة تفتش، وين شافتها؟ شافتها ممتدة على قبر رقية. تقول خية عاد قومي عاد بسج من النوم، قومي برجعونا الوطن. تقول من القبر قومي اختي يا مدللة يا رقية، نروح وادي كربلاء. من القبر صوتك صوتك حتى اريحك شوية، من القبر قومي يا اختي يا مدللة يا رقية، نروح وادي قومي يا اختي شوفي هذه الوالهة يا اختي، عجلي قبل تمشي القافلة. ضمتها زينب إلى صدرها، قومي وين تطلع من قبرها؟ راحت من إيدي، شجاوب أبوك الحسين. أركبتها المحمل وسارت الضعينة يا شيعة تقطع الفيافي والقفار، وإذا بالنعمان يوقف الضعينة. التفت إلى الإمام، ليش وقفت الضعينة؟ قال سيدي هذا مفترق طرق، شوف هالطريق يودينا المدينة وهالطريق ياخذنا إلى كربلاء، وين أوديكم سيدي؟ قال خلني أشوف عمة زينب، يمكن تبغى ترجع المدينة. إجي إلى مولاتنا في المحمل، عم يا زينب بلا يا بقية الباقين ايش عندك يا ولدي؟ قال عم الدليل أوقف الضعين على مفترق طرق، أكو في طريق رجعنا المدينة، أوديك المدينة عم. قالت ولدي المسافر يرجع إلى وطنه إذا عند أبو عند أم عند أخوان عند أولاد عند بني عمومة ينتظرون، أني أرجع المدينة إن شاء الله لمنو؟ الطريق الآخر وين يودينا يا ولدي؟ قال عما يأخذنا إلى كربلاء. قالت خذوني إلى كربلاء، أبغي أروح إلى أخوي. إيه هذه الأبيات، هذه الأبيات اللي يشيلونها الآباء والمستمعة ينتظرونها ينتظرونها ينتظرونها. وأنا أبغي أسمع صوتك بعد حتى ندخل إلى مصيبة أخرى وأسألك الدعاء. مأجور يا مولاي.
قولوا لحادينا يمر بالغادر سلم على الوالي وننصب له قولوا لحادينا يمر بينا على حسن نبغي نزور حسين ونشوف اندفن والله لروي قبر خايا بدمعة العين يا ريت فوق القبر تحضرني المني نادى العليل مدمعا بالخد مذرو دعم المعانى اليوم يا نعمان معروف اشتبغي سيدي عجل عرج بعماتي وخواتي الارض لط قال فلا عصي لك امر يا ابن الشفيع ويلي يا ويلي وعرج على قبر الشهيد وصار لنيا والعابد السجاد من فوق الجمل زينب تنادي يا عز قبورا خرت على قبرا ويتاماها سوي سارت الضعين إلى كربلاء وكان جابر قد وصل إلى قبر الحسين اغتسل في الفرات ائتزر بإزار ورمى الآخر على جسده وألقى على نفسه شيئا من السعد الطيب قام يمشي مع أصحابه يشوف أصحابه يهرولون قال على رسلكم فإنكم ما رفعتم قدما ولا وضعتم الأخرى إلا على أجنحة الملائكة ترى هذه مو بقعة من الدنيا هذه مو من الدنيا كربلاء بقعة من الجنة وصلوا إلى القبور يقول لعطية مولاي أرى مجموعة قبور ما أعرف أيها قبر الحسين قال لا عليك أنا أعرف قبر حبيبي عندي علامات قام ياخذ إلى قبضة من التراب يشمها ويرمي بها أنت بعد إذا رحت إلى كربلاء أقول لك ما أنت مشتاق إلى ذلك الطيب الذي تشمه عند شباك الحسين عند ضريحة إذا قبط على الشباك وشميت هالريح الطيب ما ودك تترك شباك إلى أن وصل إلى قبر الحسين أخذ له قبضة من التراب شمها وضعها على قلبه وصاح ثلاثا وحسينا وحسينا أغشي عليه أفاق من الغشوة وهو يقول حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين ما لك لا تجيبني حبيب لا يجيب حبيب وأنى لك بالجواب وقد فرق بين رأسك وجسدك وشخبت أوداجك على أثباجك أخذ يبكي على القبر وإذا عطية يقول سيدي أرى سواد مقبلة قال قم يا عطية
فإن كان عينا لابن زياد أبلغنا حتى ننجو بأنفسنا، وإن كان سيدي ومولاي الإمام السجاد قمنا لاستقباله. راح عطية سرعان ما رجع وهو يلطم على وجه جابر، عم يا جابر يقل له قوم بعجل واستقبلوا شيخ العشيرة، قوم بعجل واستقبلوا شيخ من بيت أبو طالب، ترى ما ظلغ ويا اليتامى راد بالذل والكسير، يخفي النشيد ومدمع بالخد سج. وويلاه قام جابر، نزل الإمام وضمه إلى صدره، أجابر هذا؟ فداك جابر سيدي، أخذ من يده وضع يده في يده وقام يجول في كربلاء، جابر ها هنا أحرقت خيامنا، جابر ها هنا ذبحت رجالنا، ها هنا ذبح الأكبار، بهالموضع ذبح القاسم الرضيع، فضخ رأس العباس بهالموضع، إلى أن وصل إلى موضع اختنق بعبرته. سيدي الصار ليش ما انت قادر تحكي؟ قال وهنا بسهم طاح الولي من سرج مهرة، وهنا بسهم طاح الولي عن سرج، وهنا شمر بن عال داس فوق صدر، وقبال زينب عمتي هبر النحر. وإماما وهنا بسهم طاح الولي عن سرج مهرة، وهنا شمر بن عال داس فوق صدر، وقبال زينب عمتي أبر النحر. وحسين وإماما وسيدا، عم يا جابر خذ أصحابك وابتعدوا عن القبور، قوم يا جابر قوم، فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه، عمتي زينب بالمحمل يا جابر، قوم تباعدوا يا جابر. انزلت العائلة، تفرقت النساء على القبور، والإمام يرعاهن بعينه، يفتر على القبور الإمام، خايف وحدة تموت، خايف طفل يهلك. بينما هو كذلك نادى، أين عمتي زينب؟ نساء وين زينب؟ راح المشرعة مو موجودة، رجع وين زينب؟ قالوا ما ندري. إجا إلى المحامل ينادي، عم عم أين أنت؟ وإذ بصوت يا من المحمل، ولدي عمتك في محمل يا. تنتظرين أحد عمه؟ متعودة يجيها أبو فاضل، متعودة يجيها الأكبر. عم إذا تنتظرين واحد من أخوانك ترهم في القبور. قالت لي يا ولدي خذ بيدي عمتك زينب، فلقد عمي بصري ما أشوف. أخذها من إيدها وبس وضعت رجلها على كرملة زينب، قامت ترتجف من المصيبة، تقل تقل على قبورهم دلني، على قبورهم دلني، أبقضي منهم وداع، ومن القبر للقبر بمشي لو بلقنا. بلتي الحمية تحركهم حلوين، لطبات
حمية تحركهم حلوين الأطباع، يعني بمشي بلا قناع بلا خمار ما يرضون علي يمكن يقومون. وضع يدها على قبر الحسين، أنت على قبر الحبيب يا عم، لطمت على رأسها وعلى صدرها وصاحت وأخاه وحسينا. أغشي على زينب، النساء كلهم تركوا القبور وإجوا إلى زينب، هذه تضمها، هذه تقبلها، هذه تلطم على صدرها عدها، يبغون يسلون زينب. أفاقت، جلست على القبر، ساعة تحط خدها على القبر، ساعة تاخذ التراب، تقول أخويا والله جيتك وجبت الراس وياي، والله وياي من السبي وكانت بسلواي، جيتك يا أخويا ذاهل الراي، أني أمشي وتعثر بممشى. أخوي أبو علي، أنا كل المصايب حسبت لها حساب إلا هالمصيبة ما جت على بالي، ما ظنيت أي مصيبة زينب. قالت والله بس هاي ما كانت على البال، على البال أطب بمجلسه وبزندي يحبال، إحنا طبينا والديوان معقود وشماتنا بالمجلس قعود، أني عتبي على مقطوع الزنود. بعد إيش عندك يا زينب؟ قالت مصيبة ما يتحملها أبو علي ما يرضاها. قولي يا زينب. قالت خويا بخبرك راح الحجاب، والله الحجاب وبتنا بخرابة فوق التراب، طبينا أسارة ببلدة أجناب. صاح زين العابدين قومي يا عم، قومي شيل النساء والأطفال تباعد يا عم. ليش ولدي خلني؟ قال عم أبغي أرجع الراس إلى الجسد، وانتي ما تتحملين تشوفين أخوك، ما تتحملين يا عمان. أخذت النساء والأطفال وابتعدت مولاتنا زينب، نزل إلى القبر الشريف، انحنى بالرأس وإذا يسمع أنين على شفير القبر. وإيش قايل لك يا عم؟ ما تقدرين شو تسوين عم؟ قالت ولدي كل النساء جلسنا على قبور الأحبة، بس وحدة تكسر الخاطر يا سجاد، قوم شوفها الدور بكربلة بروحها مدهوشة، من هي هذه يا عم؟ قالت الرباب تدور قبر ولدها صغير ما حصلت. بكى الإمام قال قولي لها أن الرضيع مسجن على صدر أبي الحسين. قال السيدي أتحكى ويا الولد شوي، أنا متلهفة عليه. قال تفضل يا رباب، شو أقول إليش بعد؟ قال تعال بحضني يا ولدي، در اللبن، ما شارب ماي لا شارب لبن من صدر أمك، يمكن ترد روحك ولدي، تعال بحضني يا ولدي، أني أمك المفجوعة وبالراحة على الوالد تراه مكسر ضلوعة، أني من عاشر فادي عليكم ما سكن روعة، عزيز انت وعز منك صبط المصطفى العدنى. يقول جاوبها الشاعر
يا يما أبو يا حسين صعب عيونك تنظرا لأن الخيل ما بقت إليه ضلوع بالمرة وأنا مرتاح يا عم يا يما خليني على صدرا ترى فراقة بيذبحني أشد من ذبحتي عطشا. بعد هذا البيت وطالبين مني طلب هذا اليوم، تبغون تلطمون على الصدر، ما عندكم عزاء، ما عندكم مواكب، قال عاد خلنا نطيب خاطرنا بلطم على الصدور. بعد هالمشهد وأنا أروح وياك مأجور، ما نوديها على قبر أبو فاضل ما يصير. قالت لي ولدي وين أخوي؟ قال دفنت على المشرع عمه. قالت لا ويش ما جبت ويا أخوه؟ ليش باعدت عنه؟ وداها على قبره. تقله يا عباس العدا حرقه وبيوتي شافا ومشيتي واسمعوا صوتي أنا تمنيت قبلك حان موتي ولا أرحل سبيه الألومية والله خويا الأخو والله شحلاته إلو ذنب في خواته بأخبرك يا راعي الثبات ترى زينبك شبعت شماته إيه مأجور. يلا نلطم على الصدر شوية ويلا وقفوا شباب خلوا عزاء خلوا موكب هنا مأجورين هذا المستهل عليكم تحفظون ترددون وياي الله يعودكم إن شاء الله في حال أحسن من هالحال. هنا يا النازليني هنا بقبر حسين دلوني تالي للمسنايا قبر عباس ودوني هنا يا النازليني هنا بقبر حسين دلو تالي للمسنايا قبر عباس هنا يا قبر حسين دل تالي للمسن القبر عباس ودوني هنا يا هنا يا النازليني هنا بقبر حسين دلوني تعالي للمسنايا القبر عباس طاحت من على الناقة تبعتها خوات حسين تتعثر وهي تنادي يا خويا حسين قبرك وين طاحت من على الناقة تبعتها خوات حسين تتعثر وهي تنادي يا خويا حسين قبرك وين جيتك باليتامى قعد تلقانا يا نور العين تراني من السهر يا حسين ما توجد درب عيني تراني من السهر يا حسين ما توجد هنا يا النازلي قبر حسين دلوني تعالي للمسن قبر عباس يلا هنا يا نازلين قبر حسين دلوني
احكي لك يا نور العين عن احوالي بهالسفرة. مشينا على الهز الحسر يا خويا مشيت القشرة. لابن زياد بالكوفة جنايزكم على الغبرة. كل الروس منصوبة عن شمالي وعن يميني. كل الروس منصوبة عن شمالي هنا يا الناس دلوني تالي. وصلنا الشام آي الشام ما ينحمل طارية. يا علي يا ريت موسد بقبري ولا طبت واديها. اي مأجور ثلاث لقمات تكون أنسى. وصلنا الشام آي الشام ما ينحمل طاريها. يا ريت موسد بقبري ولا طبت وادي. يا خويا يكسر لساني عن اهوالي اللي شفت بيها. تمنيتك عدل يا حسين وبقبري تواريني. تمنيتك عدل يا حسين وبقبري. إيه هنا يا الناس هلا للمسنايا بعد. هنا يا الناس تالي للمسن يا خويا. والخراب اوصف لك مصايب مهدومه وبلي افراد. نتوسد ترايب وماتت فاطمه بيها وما حد من قرايب. وانا انخاكم يا عز الجار لكن ما تجيبوني. وانا انخاكم يا عز الجار لكن ما تجيبوني. هنا يا الناس اي وتعالي للمسن قبر عباس ودوني. بعد هنا يا الناس تعالي للمسن يا قبر عباس ودوني. وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا. وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا. وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون. وراس حسين سمحولي تراه مكسر سنونه. بطشت الذهب كسرهن طاغي وتنظر عيوني. طشت الذهب كسرهن طاغي وتنظر عيوني. هنا يا الليل هنا قبر حسين ملوني.